دارا غول البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون بوجة. وفيلمنا بيبدأ بعرض واستعراض، وبنلاقي رغول بيرقص مع صاحبته نيشا، ومن هنا بنعرف ان هو مخرج مسرحي وبيشكر كل الجمهور على دعمهم، وبيعرفهم ان بعد 3 شهور هيعملوا مسرحية جديدة اسمها مايا على اسم بطلة المسرحية. وتاني يوم فاصحابه بيسألوه هي مين مايا، فبيقولهم معرفش، بس هي بنت في احلامي وفيها كل الصفات اللي انا محتاجها في المسرحية، وبتمنى ان انا اقدر اوصل لها لانها الوحيدة اللي انا ممكن احبها. وبعدها بنروح لبوجة وبنلاقيها عايشة في بيت خالتها بعد ما ابوها وامها ماتوا وهي صغيرة. وساعتها بيجي لها شريك كاسيت من اجاي، واجاي بيكون ابن خالتها، وبتقرر انها تسمعه، وبنعرف انهم متربيين مع بعض. وفي نفس الوقت ده فبيكون هما الاتنين اصدقاء جدا، وساعتها بيبلغها ان هو هيرجع قريب من السفر. ومن ناحيه تانية فرغول ونيشا بيكونوا اصحاب ودايما بيتخانقوا لاتفه الاسباب، وبيكونوا شغالين مع بعض في المسرح، واصحابه بيقولوا له انت لازم تغير السيناريو بتاع المسرحيه لان شخصيه مايا بتكون عباره عن شخصيه خياليه، فبيقول لهم لو مفيش مايا مش هيبقى في مسرحيه. وفي نفس الوقت ده فبوجا بتعرف من صاحبتها انها هتتجوز واحد ما بتحبوش، فبوجا بتسالها انت ليه بتعملي في نفسك كده، فبتقول لها خليكي واقعيه لاننا مش دايما بنلاقي اللي قلبنا بيختاره. لكن بوجا مش بتكون مقتنعه بكلامها لانها ترتبط بالانسان اللي هي هتحبه. وبعدها رغول بيكون مع نيشا وبتختار له الهدوم اللي هو ممكن يلبسها، وبيروح البروفا علشان يغير. ووقتها بوجا بتدخل الاوضه اللي جنبه، وساعتها رغول بيصفر ببقه وبيعمل لحن معين وهي بتكون سامعاه، وهما الاثنين بيغيروا هدومهم. وبعدها بيروح يفرج نيشا على الهدوم، لكن بيكتشف ان هو عريان ومش لابس بنطلون. ولما بيرجع للبروفا فبيلاقي بوجا موجوده قدامه، وهي بتتفاجئ جدا من اللي هي شايفاه، لكن رغول بيداري وشه وبيعمل نفسه عبيط وكانه مش واخد باله، وهي بتفضل تضحك عليه. وتاني يوم فبوجا بتعمل عيد ميلاد لعمها، لكن بتكتشف ان التورته عباره عن سندوتشات واتبدلت مع حد تاني. وساعتها بنعرف انها اتلخبطت مع رغول، ونيشا بتقول له انت لازم ترجع الحاجه دي ولازم يجيب الاوردر بتاعهم. وبعدها بيروح للعنوان اللي مكتوب فيه الورقه وبيسلم عمها التورته. ولما بوجا بتخرج علشان تشكره فبتلاقيه ماشي، وبتتفاجئ ان هو بيصفر نفس اللحن اللي كان في محل الملابس. وبعد مرور فتره فبيجي عيد الحب، ونيشا بتحاول تقرب من رغول وبين انها بتحبه، ولكن هو بيعملها زي اخته بالظبط وبيكون رافض اي ارتباط. وبعدها رغول بيتصل بحد يعرفه، لكن بنكتشف ان بوجا هي اللي بترد عليه وبتاسف لها لان هو غلط في النمره اللي هو طلبها. ولما بيجي الليل فبتسمع نفس اللحن اللي بيصفره رغول، وبتقف في الشباك وكالعاده مش بتشوف وشه. وتاني يوم فبنروح للمطار وبنلاقي اجاي راجع من السفر، وبوجا بتصحى من النوم وبتلاقي هديه موجوده قدامها، ولما بتفتحها فبيطلع مقلب واجاي هو اللي بيكون عامله فيها. وساعتها بتجري وراه وبتكون عاوزه تلحقه لحد ما بيسلموا على بعض وبيفتكروا ايام الطفوله. وبعدها بنرجع لقاعه الرقص والفريق كله بيكون متجمع، ورغول بيقدم لنيشا هديه بمناسبه عيد ميلادها. وساعتها بيروح المكان يسهروا فيه وبيشربوا خمره وبيحتفلوا مع بعض، وبيضطر ان هو يرجعها البيت لانها سكرت وتصرفاتها كلها مجنونه. ولما بيحاول ينيمها فنيشا بترفض تنام، ووقتها بتعترف انها بتحبه من زمان، ورغول بيكون متفاجئ جدا وبيعتبر الخمره مأثره عليها. ومن ناحيه ثانيه اجاي وبوجا بيتفقوا انهم يسافروا ويستمتعوا بالاجازه بتاعته، وفعلا بوجا بتسمع كلامه وبيركبوا الطياره وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيخرجوا في كل مكان، وهما الاثنين بيكونوا فرحانين جدا. وبعدها بتعدي الايام واجاي بيقرر يسافر لشغله من تاني، وساعتها بيعترف لبوجا ان هو بيحبها جدا وبيطلب الجواز منها، لكن بيلاقيها متفاجئه جدا ومش بتكون قادره ترد عليه، فبيقولها انا هوصل لحجز التذاكر ولو بصيت ورايا ولقيتك لسه موجوده فاعتبرك موافقه على الجوازه. وفعلا بيمشي ويسيبها، وهي بتكون متردده جدا ومش بتكون عاوز ترتبط بيه، لكن بتفضل في مكانها يمكن تحبه في يوم من الايام. واول ما اجاي بيبص وراه بيشوفها موجوده قدامه فبيكون فرحان جدا علشان هيتجوزها. وبعدها بنروح لقاعه الرقص، ونيشا بتعمل بروفا لكن للاسف بتقع وبتتصاب في رجليها. ولما بياخدوها للمستشفى فالدكتور بيعرفهم ان هو كسر ولازم تستريح لمده 3 شهور، ورغول بيدخل يطمن عليها وكالعاده بيهزر معاها، وهي بتتاسف له لان العرض قرب وخلته في موقف محرج جدا، فبيقول لها انا هتصرف واكيد هلاقي واحده تعوض غيابك. ووقتها بيقابل اصحابه وبيفكر هيتصرف ازاي في المصيبه اللي هو فيها، وبيروح قاعه البروفات بتاعته وبيفضل يطبل وبيكون عمال يلعب على الدرامز. ومن حسن الحظ فبوجا بتكون موجوده في القاعه اللي جنبه وبتكون عماله ترقص وبتكون مندمجه جدا مع اللحن والتوزيع الموسيقي اللي هو بيعمله، وده بيخليه يروح لها. واول لما يشوفها قدامه فهما الاثنين بيفضلوا يبصوا لبعض وبيبان عليهم الحب، ورغول بيعجب بيها جدا وشكلها كده دخلت دماغه، وحس انها هتكون مايا البطله اللي هتعمل العرض المسرحي وهتعوض غياب نيشا. وتاني يوم فبيشوفها في السوق وبيروح
بيتعرف عليها وبقول لها انا رغول وانت اكيد سمعتي عني، لكن للاسف بتحرجه وبتسيبه وبتمشي، لكن بيفضل وراها وبيطلب انها تشتغل معاه لانها بتعرف ترقص، ولما بتكون رافضه فبيفضل يترجاها لانها اخذ فلوس من الناس علشان يعمل مسرحيه، وبكده سمعتها هتكون في خطر لان البطله بتاعت المسرحيه مصابه. وفي نهايه الامر فبتوافق على كلامه، وتاني يوم فبيستناها في قاعه البروفات لانها اتاخرت عليه. وقتها بتوصل المكان وبقول لها انا رغول وانت اكيد سمعتي عني، وساعتها بتبدأ ترقص قدامهم علشان يشوفوا أدائها، ولكن فجأة رغول بيتعصب عليها وبيزعق لها علشان تنفذ كلامه، وللأسف بيشوفها بتعيط وبتأثر بها جدا، ووقتها بيتأسف لها وبيبدأ يشرح لها إن البطلة مايا المفروض تكون جاية من عالم الأحلام ومستنيه تلاقي فتى أحلامها، وعارفة إنها تقدر توصل له في يوم من الأيام. وبوجا بتحس إن هو بيوصفها بكلامه، وده بيخليها تقف وتعمل العرض من تاني بالطريقة اللي عايزها رغول، وفعلا بتنجح في تقديم العرض، ورغول بيكون معجب بها جدا. وبعدها رغول بيروح للنيشا وبيحكي لها على كل اللي حصل، وبيكون فرحان جدا علشان وصل للبطله مايا اللي بيدور عليها. ومع مرور الوقت فبيعملوا بروفات كتير وبيبداوا يقربوا من بعض جدا، وكل واحد منهم بيتعرف على التاني بصوره اكبر. وبعد فتره فبيكونوا معزومين في فرح، وبوجا بتقول له انها هتتجوز قريب، وده بيخليه متفاجئ وبيكون متضايق جدا من اللي بيسمعه، وساعتها بيبارك لها وبيحاول يبين ان هو سعيد. وبعدها بيوصلها البيت بالعربيه وبيسمع رنه الاسوار اللي في ايديها وبيفتكر كل اللي حصل في الماضي. ولما بيسافر وبيعمل اللحن بتاعه فبوجا بتسمعه وبتعرف ان هو الشاب اللي كان في غرفه الملابس. وتاني يوم فبنروح لقاعة الرقص وبوجا بتعمل بروفة، ووقتها بتوصل نيشا للمكان وبتنضم معاهم، وهما الاتنين بيفضلوا يرقصوا مع بعض. وللأسف نيشا رجلها بتكون متعورة، ورغول بيكون موجود وشايف كل اللي بيحصل، ونيشا من كتر التعب فبتفقد الوعي. ومع الأيام فنيشا بتحضر شنطتها وبتقرر تسافر لندن، ورغول بيحاول يمنعها لكن بتقول أنا همشي لأنك مش شايفني غير صاحبتك، وأنا ما كنت سكرانة لما اعترفت لك بحبي ليك، وأكيد هرجع في اليوم اللي أنت هتغير قرارك فيه وتفكر فيا. ووقتها بتودع كل الفريق قبل السفر وبتتعرف على بوجا، وبيقرروا هما الاتنين يكونوا اصحاب. وتاني يوم فرغول بيصحى من النوم وبيلاقي بوجا في القاعة وبتستخدم ادواته وبتحاول تقلده في كل حركاته وبتقول كلامه بالظبط، ورغول بيكون مراقبها ومركز في كل حاجة هي بتعملها وبتتعصب زيه وبتمثل الدور بإتقان، وفجأة بتلاقيه واقف وراها وبتكون محرجة جدا من اللي حصل. وبعد فترة فبيحضروا فرح واحد معاهم من الفرقة، ورغول بيقدم كلمة قدام الناس وبيعرفهم ان هو بدأ يحس بالحب وهيغير وجهة نظره في الجواز، وباين عليه ان هو قدر يلاقي فتاة احلامه اللي بيحلم بيها. وبوجا بتكون مستغربة جدا وبتكون عارفة ان الكلام ده عليها. ولما بيودعوا العريس ومراته فبيكونوا هما الاتنين لوحدهم، وساعتها بيقرب منها وكل تصرفاته بتثبت ان هو بيحبها. وبوجا بتحضنه وبتبادله نفس الشعور اللي ما بينهم، ولكن بتبعد وبتحس انها غلط وبتطلع تجري وبتسيب المكان وتمشي. وتاني يوم فبنروح لقاعة البروفات، ورغول بيكون سرحان في بوجا وهي مش بتكون عارفة تتصرف ازاي. ولما بتبدأ العرض فكل واحد منهم بيمثل الدور بتاعه، ونشا بتدخل المكان وبتفضل تتفرج عليهم، ورغول بيقول للبوجا انا بحبك وعارف انك عايزاني. وبوجا بتتأثر بكلامه جدا، والموقف بيتحول لجد وبتحضنه، وباقي الفريق بيسقف لهم على الاداء العظيم اللي هم عملوه. ونيشا وقتها بتحس ان كل اللي حصل ما بينهم ده مش تمثيل وانهم بيحبوا بعض فعلا. ولما نيشا بتكون لوحدها فرغول بيحاول يهون عليها علشان شايفها زعلانه، وبتقول انت بتحب بوجا وبان عليك انك وصلت لفتاة احلامك. ونيشا بتكون متضايقه وعماله تعيط لانه ما قدرش يحس بيها او يقرب منها، فبيقول لها ان ربنا هو اللي بيجمع القلوب وبيتاسف لها على كل حاجه حصلت، وبيتفقوا ان علاقتهم تكمل اصحاب. ومن ناحيه ثانيه بوجا بتسجل شريك كاسة لأجاي وبتعترف انها بتحب رغول وبتحكي له على قصة الحب اللي ما بينهم، وبعدها بتطلع الشريط من الكاسيت علشان تبعته لأجاي. وفي نفس الوقت ده فأجاي بيكلم امه وبعرفه ان هو هيرجع بكرة الهند من تاني علشان يتجوز بوجا ويعملوا الفرح بتاعهم. ولما بوجا بتعرف انه راجع فبتكون مصدومة جدا من اللي حصل ومش بتكون عارفة تتصرف ازاي، وبتفتكر ايام زمان لما كانت صغيرة وراحت لهم البيت بعد ما ابوها وامها ماتوا وهم عاملوها زي بنتهم بالظبط، وبنرجع للوقت الحاضر. وبوجا بتفضل تعيط وبتقرر تتجوز أجاي وتكمل باقي حياتها معاه. وتاني يوم بتقابل رغول وبتحاول تتكلم معاه لكن بيكون مشغول جدا ومش فاضي، وكل ما بيتجمعوا مع بعض فبتحصل حاجه وبتخليه يبعد عنها. ولما بتكون لوحدها فبتتفاجئ برجوع أجاي وهو بيحضنها وبيكون فرحان لانها معاه. وفي نفس الوقت ده فبيوصل رغول وبيكون شايف كل اللي بيحصل، وأجاي بيقول لكل الفريق ان فرحه على بوجا هيكون كمان 3 ايام وبيعزمهم كلهم على الفرح. ورغول بيكون مستغرب جدا من اللي حصل وبيكون صعبان عليه نفسه، لكن بيروح علشان يبارك لهم وبيحاول يبين
لهم ان هو فرحان، هو بيضحك وبيتمنى لهم حياة سعيدة. ووقتها بيقعد على الكرسي وبيكون متضايق جدا، وبوجا بتروح علشان تاخد الشنطة بتاعتها، وراهول بيزعق لفريقه وبيتعصب عليهم كلهم، ونشا بتكون عمالة تعيط وبتكون زعلان عليه. وتاني يوم بوجا بتقول لراهول انها هتتجوز اجاي ومش عاوز تعرفه تاني، وفعلا بيمشي. وبنعرف انها البروفة النهائية وبكده هتخلص المسرحية. ونشا بتسأله انت ليه خليت النهاية حزينة، وبتقول له انت بالشكل ده الجمهور هيكون زعلان جدا. فبيقولها لازم الجمهور يعرف ان قصص الحب مش بتكون دايما سعيدة. ووقتها بوجا بترجع الأوضة بتاعتها وبتفضل تعيط ومش بتكون عارفة تتصرف ازاي. وتاني يوم بيجي ميعاد العرض النهائي وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا وبيقدموا كل الفقرات بتاعتهم. وكالعادة نيشا بتكون زعلانة جدا على راغول ومش بتكون عارفة تساعده، لكن بتحاول على قد ما تقدر انها تقف جنبه. ونيشا بتقرر انها تروح لبوجا وبتطلب منها تفكر في حبيبها وما تضيعوش من ايديها، لانها لو سابته يبعد عنها مستحيل تعوضه من تاني. وساتها بيجي المشهد الاخير وبتقول انا هتجوز بكره ومش عاوز اعرفك ولا اشوفك من تاني. ولما بيقرر يمشي فبيقف وبيغير السيناريو بتاع المسرحيه وبيسالها هو انت بتحبيني. وساتها كل الفريق بيستغرب جدا من اللي حصل، لان الكلام بتاعه مش موجود في السيناريو بتاع المسرحيه. وبيقرر يسالها السؤال من تاني، وبوجا بتقول انا مش بحبك وبتحرجه قدام الناس كلها. فبيستغرب جدا من كلامها، بيقول لها انا راغول وانت اكيد سمعتي عني وهتفضلي فاكراني. وبيقرر يسيبها ويمشي وبيكون زعلان وعمال يعيط. ووقتها اجاي بيظهر وبيشغل شريط الكاسيت اللي كانت بوجا بتعترف له فيه انها بتحب راغول، والناس كلها بتكون مستغربه جدا ومش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل. واجاي بيقول لها انا وانت مش لاقين على بعض، وبيكون عاوزه تفكر كويس علشان ما تضيعش حبيبها من ايديها. وبوجا بتكون مصدومه جدا من اللي بيحصل وبتبص لاجاي، واجاي بيطلب منها انها ترجع لحضنها من تاني. وفعلا بوجا بتروح لراغول وهي بتعيط وبتعترف قدام الناس كلها انها بتحبه، وهما الاثنين بيهدونوا بعض وكل الناس بتفضل تسقف لهم وبيكونوا فرحانين جدا. ومن هنا اجاي بيغير تفكيره وبيعرف ان نيشا سنجل وشكله كده اعجب بها جدا. وراغول وبوجا بيكملوا حياتهم مع بعض. ومن هنا بيخلص فيلمنا انا مينا سحاب. فلو عجبك الفيلم فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولين على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.